نرحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور. نبتدي معاكم أخبارنا طبعا، يعني اللي على الساحة دلوقتي واللي كلنا بنتابعه بكل أسى للأسف، وبنقول ربنا يعدي الأيام دي على خير بكل تداعيات الأحداث بين الجانب الفلسطيني أو فلسطين وإسرائيل، والضرب والعنف والقتلى والجرحى في كل يوم. لكن التداعيات كل دقيقة بتتغير، والأرقام كل يوم بترتفع، والمفاوضات والمباحثات والاتصالات بين رؤساء الدول. لكن اللي بنأكد عليه دايما وانتوا شايفين دايما احنا على أهبة الاستعداد هو الجانب المصري أو مصر ودورها المحوري، استعدادات على كل الأصعدة وعلى كل المستويات من مصر، من الجانب الأمني، من الاستعدادات تقديم المساعدات، من طبعا الحرص جدا بكل ذكاء وحيطة في معبر رفح. وانتوا تابعتوا امبارح لما الاخبار تداولت، ده حصل ضرب لمعبر رفح، لكن ده كان في الجانب او الجزء اللي ناحيه غزه، واتقفل المعبر جزئيا او لفتره. واحنا حتى امبارح كنا بنقول لحضراتكم انه الفتح بتاعه بيبقى لساعات وبشروط محدده، لكن في كل الاحوال يمكن بس الخبر اللي بنتكلم عنه دلوقتي هو استعداد وزاره الصحه. احنا يعني في قمه الاستعداد وعلى اهبه الاستعداد لاي ظروف او طوارئ أو تداعيات تحصل في أي ثانية، بجاهزية المستشفيات اللي موجودة على الحدود في المحافظات القريبة، في الدم طبعا أكياس الدم بكل الفصائل اللي لازم تكون موجودة، في عربية الإسعاف وسرعة وصولها وتأمين وصولها لأقرب المستشفيات. وطبعا ده يمكن كنت هقول لحضراتكم دلوقتي مجلس الأمن القومي المصري اللي منعقد على مدار الساعة وبشكل مستمر لأي طوارئ ممكن تحصل. ربنا يعدي الأيام دي على خير. كمان وصول طائرتي مساعدات لغزة إلى مطار العريش مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، وابتدت دول كتيرة جدا تبعت طبعا طائرات مساعدات سواء للهلال الأحمر أو اليونيسيف الأمم المتحدة أو لهيئات ومنظمات أخرى، كل ده من خلال طبعا جمهورية مصر العربية، وإن مصر هي المنوط بيها إن شاء الله توصيل كل هذه المعونات إلى قطاع غزة. ويعني وصل أكتر من طائرة، كل طائرة بتحمل تقريبا 32 طن. خد عندك بقى مستلزمات طبية وألبان للأطفال وأدوية ويعني مساعدات غذائية كتيرة جدا جدا تكفي قطاع غزة لفترة طويلة. طبعا مصر مساهمة بجزء كبير جدا أيضا من المساعدات، كمان تركيا بعتت، الإمارات، السعودية، عدد كبير جدا من الدول خاصة الدول العربية بيبعتوا، الجزائر، المغرب، كتير من الدول العربية بيبعتوا مساعدات، كلها إن شاء الله تدخل عن طريق معبر رفح. وبنتمنى الهدوء في الفترة القادمة وتفك هذه الأزمة، لكن دور مصر دور كبير وواضح في المنطقة وفي هذه الأزمة، وإن شاء الله يكون مفاتيح الحل عند مصر. امبارح وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار كان موجود امبارح على الحدود، وكمان كان بيتابع جزء من المعونات المقدمة لغزة، لكن حصلت مشكلة وتم يعني هجمات صاروخية على بعد أمتار من الحدود المصرية مع غزة، وده طبعا كان عائق كبير جدا في أن العربيات تعدي وتوصل. مشكلة كبيرة وأزمة كبيرة فعلا، عارفين أن الموضوع ده مر قبل كده على غزة أكتر من مرة، لكن المرة دي صعبة حبتين، المرة دي صعبة حبتين. بنأكد على حاجة، على اللغة الإنسانية اللي بتتكلم بيها مصر وضرورة وصول المساعدات والأدوية والمساعدات الغذائية لغزة، بنتكلم على حاجة تانية مهمة جدا، وإحنا بنتكلم عن الإنسانية ما ننساهاش، الحدود المصرية خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي أحد. وزي ما بنتكلم عن الدور المصري وهنفضل نتكلم عنه، ويا رب يكون في نتيجة وبنأمل في نتيجة، المفاوضات والمباحثات من مصر وتلبية الدعوة لأي حاجة ممكن تكون فيها بارقة أمل إن الهجوم والغارات والقصف والدم ده ينتهي أو يتوقف. ففي تلبية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية يوم السبت المقبل. يعني أنا كل أمل
وكل ثقة في دور مصر في وجود رئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي ده والمفاوضات ويكون في نتيجة. لكن احنا بس من الناحية الإنسانية لو فكرنا ان تم منع وصول ولا مية ولا وقود وتم قطع الكهرباء ولا حباية قمح، يعني انتم متخيلين لما بنتكلم إنسانيا الناس في قطاع غزة مقطوع عنهم كل الكلام ده، يعني أكل وشرب وكهرباء ومية، فالناس دي هتعيش ازاي إذا كنا بنتكلم على حرب وعلى جانبين، لكن احنا تحديدا بنتكلم من الجانب الإنساني. فإن شاء الله المؤتمر يكون فيه نتيجة إيجابية. كمان معانا خبر مهم واحنا في تواصل مستمر الحقيقه، وزاره التعليم بتقول فرصه اخرى لمن لم يجتازوا تدريبات مسابقه 30,000 معلم. باختصار اتكلمنا من يومين مسابقه 30,000 معلم، في 16,000 تجاوز يعني عدوا كل الاختبارات ويعني اتعينوا ونزل اسمهم في الكشوفات، في 14,000 مش عارفين مصيرهم ايه. اتكلمنا مع دكتور رفعت فياض يوم السبت اللي فات، الناس كتير متعشمة انها الوزارة هتبعت لها تاني، لكن الحقيقة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أستاذ شادي زلط هو خرج امبارح في اكتر من برنامج واتكلم، الحقيقة يعني الكلام مش عارف يعني رايح جاي كده، واتمنى ان يبقى دكتور رضا حجاز يبقى فيه دكتور رضا يقول كلمه لل 14,000، اعتقد يعني هيأثر كتير جدا جدا من المسافات. معانا عبر الهاتف بيشرفنا دكتور رفعت فياض، طبعا الكاتب الصحفي الكبير والخبير في مجال التعليم. دكتور رفعت اهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ هيرة. صباح الفل على حضرتك يا دكتور، اهلا بيك. دكتور رفعت حضرتك يوم السبت اللي فات قلت لنا ان ال 14,000 هيبعتوا لهم الوزاره هتبعت لهم بالترتيب او بالتدريج، ما حدش بعت حاجه، والمتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم بيقول لا مش هنبعت حاجه، ده هم هيدخلوا مسابقات تاني وهم في حاجات ما نجحوش فيها، هم بياكدوا ان هم نجحوا وعندهم رسائل على موبايلاتهم بتؤكد ان هم نجحوا في الامور الاداريه والحتى البعيدة عن فكرة الجزء الفني في الامتحانات. يا استاذ اسحاق انا افكرك باخر مداخلة بيني وبينك، انت حضرتك كنت ذكرت رقم وانا ذكرت رقم والاثنين مختلفين تماما، ولكن احنا الاثنين صح. تمام. وهقول لحضرتك بالتوضيح القاطع في هذا الموضوع. اي فندم. إجمالي عدد اللي كانوا وزارة التربية والتعليم هم اجتازوا الاختبارات التربوية اللي عملتها الوزارة كان 28,000 معلم ومعلم. في اختبارات بعد كده لا دخل لوزارة التربية والتعليم بيها، ودي بتجرى في الكلية الحربية، اختبارات رياضية، اختبارات ثقافية، اختبارات ثقة، وبالتالي الشهادة الأخيرة اللي بتطلع ان تقول ان ده اجتاز هذه الاختبارات وزارة التربية والتعليم هي اللي بتعتد بيها وتصبح ملزمة بتعيينهم. العدد اللي بعتته وزارة الكلية الحربية كام؟ 16,000 معلم ومعلمة. وهذا الرقم هو اللي الدكتور رضا حجازي وقع قرار بتعيينهم وإرسال أوراقهم لمديريات التربية والتعليم اللي تعينوا فيها. تمام. طب وال 14,000 يا دكتور؟ نمرة 2، أنا هكمل لحضرتك. نمرة 2، أعلن عن مسابقة ثانية 30,000 معلم. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عمل لهم اختبارات إلكترونية الأولى وهيكملوا إجراءات الاختبارات السابقة اللي عملها زملائهم الآخرين عشان يتم اختيار اللي ينجح منهم ويجتاز هذه الاختبارات لحد الكلية الحربية. طيب اللي ما نجحش في المجموعة الأولى اللي هم 14,000 هيعلن في شهر يناير القادم، وانا بقول لحضرتك هنا خبر ومعلومه. تمام. على لسان الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم في حوار مطول بيني وبينه. تمام. فيبقى في شهر يناير ايوه تعلن عن دفعه تكميليه
للناس اللي ما وفقوش في الاختبارات النهائية في المجموعة الأولى اللي هم 14,000 اللي انت أشرت إليهم. أيوة. والمجموعة الأخرى اللي مش هيوفقوا في الاختبارات بتاعة الرياضية والثقة والجانب الثقافي اللي بتعملها الكلية الحربية. أيوة. في المجموعة الثانية الاثنين دول اللي مش هيتعين في الأولانية والثانية هيتقدموا من الأول وجديد لدفعة تكميلية هيعلن عنها في شهر يناير القادم. دكتور رفعت، النهاردة ال 14,000 دول اللي هم نجحوا في الحتة الفنية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وما نجحوش في الجزئية الخاصة بالتدريبات والجهة والثقافة، نعم، والكلام ده كله، نعم، هيمتحنوا، نعم، من الأول الوزارة التربية وجديد في المجموعة التكميلية في شهر يناير القادم. والكلام ده مش على لساني انا، ولا حضرتك على لسان وزير التربية والتعليم. هيروح يقدموا تاني ولا الوزارة هتبعت لهم تقول لهم تعالوا؟ لا، يقدموا تاني لمن يريد. اقدر حضرتك واحد هيصرف نظر عن ان هو يقدم تاني، لكن هو هيتفتح الباب لهم تاني في شهر يناير دفعة تكميلية. تمام. تجمع ما بين اللي ما وفقوش في المجموعة الأولى واللي مش هيوفقوا في المجموعة الثانية اللي يتم اختبارها دلوقتي. تمام، بشكرك جدا دكتور رفعت فياض، يعني الصحفي الكبير والخبير في مجال التعليم، على عهدة دكتور رفعت فياض، وبيقول ان الكلام ده من وزير التربية والتعليم شخصيا، ان هيتم فتح الباب مرة اخرى في يناير القادم، وهيبقى فيه تكميلي للناس اللي هي يعني ما عدتش من الاختبارات، هتروحوا تقدموا تاني. ده آخر كلام ممكن يتقال، ما عندناش كلام ممكن نقوله تاني. ممكن الكلام اللي اتقال ما يعجبش حضراتكم، بس احنا مش بنقول اللي يعجب، احنا بنقول المصدر هو دكتور رفعت، وانا اثق في دكتور رفعت فياض جدا جدا جدا. لما يقول لي وزير التربيه والتعليم قال لي كده، يبقى وزير التربيه والتعليم قال له كده. اثق تماما في دكتور رفعت فياض. فدكتور بيقول ان في يناير القادم هيتم فتح الباب مره اخرى، بس انا بتمنى حاجه لي من دكتور رضا حجازي، يعني ارجوك ان الناس اللي هتدخل تاني يبقى لها افضليه، الناس اللي هتدخل تقدم تاني وهتتعب تاني من اول وجديد يبقى لها افضليه، ما ينفعش يبقى هو زيه زي اي واحد داخل من اول وجديد، اذا دخل تاني مره اخرى يبقى له افضليه، يبقى له افضليه في التعيين. ده اخر كلام ممكن نقوله في هذا الملف، ومش هنتكلم تاني الا اذا جد جديد. وانا عارف ان يعني المئات من حضراتكم بيتواصل معانا، بنتمنى نكون وضحنا الصورة، يعني سواء هي هتعجب حضراتكم أو مش تعجبكم، بس هي دي الصورة. بدل ما احنا برضو وضحناها على مدار أيام، لو كل التفاصيل دي بتاعة القبول والشروط والاختبارات المتعددة في أي جهة لغاية لما يوصل لمرحلة التعيين تكون واضحة من أول يوم وهم بيقدموا، ليه أنا إمتى هتقبل وليه هترفض، وفي حالة الرفض هعمل إيه، وهيتم إعلان دفعة في تاريخ كذا والدفعة اللي يعني لو كل التفاصيل دي واضحة مش هتحصل حالة البلبلة اللي عند الناس. هنروح لهيئة الأرصاد الجوية والدرجات الحرارة. هيئة الأرصاد بتقول النهاردة الثلاث في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في فترة النهار، لكن بشكل عام الطقس معتدل، بس إحساسنا بالبرودة بيبقى فترة الصبح بدري وبالليل متأخر هي اللي بيبقى فيها انخفاض في درجات الحرارة، ودي تخلينا بس ناخد بالنا من يعني نزول الصبح بدري كده لو الأولاد هم رايحين المدارس، ناس بتروح شغلها بدري قوي، أو اللي بيسافر على الطريق، أو اللي بيرجع من شغله متأخر، بس من انخفاض درجات الحرارة. نزلات البرد منتشرة جدا يومين دول، فخلي بالكو حالا درجات الحرارة تكون قدامكم على الشاشة. أما عن الشأن الداخلي أيضا، الانتخابات الرئاسية القادمة، وزي ما قلت امبارح الانتخابات الرئاسية يعني ضايعة في النص الحقيقة، ما فيش اهتمام بيها يعني بشكل كبير، كل الاهتمام طبعا
بما يحدث في غزة ودور مصر فيما يحدث في غزة، الدور الإيجابي طبعا والدور اللي مصر إن شاء الله يكون ليها دور قوي جدا جدا في إعادة الاستقرار والهدوء إلى قطاع غزة. لكن بيتكلمونا عن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية بعد إعلانها الرسمي، وتضمنت القائمة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي حازم عمر، 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهيتم الإعلان قريبا بشكل رسمي وبدء الحملات الانتخابية. يؤسفني اقول لكم يعني وانتم بتعملوا طبق السلطه ما تجيبوش فيه جزر، عشان يعني ايه كنا بنقول الجزر بنعلم العيال بيقوي النظر، فالجزر بقى الكيلو ب 40 جنيه، 40 جنيه يعني هو المفروض الخبر بيقول انه هيبقى 35 جنيه جمله، فطبعا اكيد منطقي لما هيجي لك مش هيجي لك ب 40، هتلاقيه معدي يعني ما وصل من ال 40 45 اماكن هتبقى ب 50 جنيه، فانا اروح اشتري كيلو الجزر ب 40 جنيه عشان بزر. احنا في ندره في المعروض والا في المعروض الموجود دلوقتي، بيقول لك انه كل سنه في الموسم اللي زي كده بيبقى الموجود قليل والباقي احنا اصلا بنصدره، فما تاكلوش ما تاكلوش جزر، والموسم الجديد هيبتدي من السنه الجديده، فلما يبقى فيه مطروح كله في الموسم الجديد كله في الموسم الجديد، فاعملوا طبق السلطه من غير جزر. مش عارفه الحقيقه يعني حمالين احلى حاجه انت قلتيها ان في الا في الا فانا كنا بننزل بقى اسعار نقول الزيت والسلع ونخفض الاسعار والبيضه بقت بكام، وطبق السلطه اللي فاضل لنا بنحطه جنب طبق الفول. لا ما مش هناكل جزر ب 40 جنيه، معلش بقى يعني ما تاكلوش سلطه، ما تاكلوش جزر، ما تاكلوش. ما كان البصل بقى ب 35، ناس بتقول نزل فبقى ب 25، فدلوقتي انتوا متخيلين اخر 9 كان ب 17 او ب 19 جنيه وده كان غالي، هتشتروه دلوقتي ب 40. بصوا انا جبت لكم الاسعار اللي الحكومه ووزاره التموين بتقول عليها بعد التخفيض، تقول لي طب وانت يا عم المذيع شفت الاسعار دي؟ اقول لك بامانه ما شفتها، ونزلت السوق ورحت وجيت انا بجيب لك المعلن بس ما شفتهاش. انا بقول لك اللي هم كاتبينه، لكن احنا من جهتنا بنتابع، لكن هل انا عينيا شافت في تخفيض في الاسعار؟ بامانه ما حصل، بروح الاقي الاسعار زي ما هي حضرتك، زي ما هي حضرتك، لكن احنا ادينا بنتابع. بيقول ان في بعض الهايبر ماركت الكبيره، السوبر ماركت الكبيره، الاسعار فعلا نزلت فيها، لكن تكمن يعني لكن ايه؟ بيقولوا، لكن الحقيقه فين؟ انا ما اعرفش، انا ما شفتهاش، لما هشوفها بعينيا صدقني برضو هاجي هنا في البرنامج اقول لك فعلا الاسعار نزلت، لكن بيقول لك ان كيلو السكر هيبقى السعر بعد التخفيض من 25 ل 27 جنيه، الرز من 18 ل 20، وفي رز تاني هيبقى من 20 ل 22. الزيت ال 200 مللي هتبقى ب 800 مللي تبقى ب 45 جنيه، المكرونه ال 400 مللي 400 جرام تبقى ب 7 جنيه ونص، الشاي ال 250 ربع كيلو ب 44 جنيه، الاسعار دي مش موجوده خالص، تمام. الجبنه النص كيلو ب 24 جنيه انا ما شفتهاش، الدقيق ب 18، الدواجن المجمده الكيلو ب 85، لحوم البرازيلي ب 160، السوداني ب 220، البلدي الحيه ب 240، تمام. اللبن عبوة اللبن الكيلو يبقى ب 28 جنيه الكيلو، ويقال ان كرتونة البيض المفروض تبقى ب 125 جنيه. انا لا شفت ده ولا شفت ده، بس بقول لحضراتكم الحكومة او وزارة التموين قالت لنا هي دي الاسعار، فننزل ارجوكم وتابعوا معانا، واللي يلاقي اسعار نزلت يقول لنا عشان برضو نقولها لبعض ونبقى بنقول كلام صادق. طيب عشان الوقت دي كانت أخبارنا، الفقرات هتبقى عندنا النهاردة، وإحنا دايما حارسين في الفترة الأخيرة نركز قوي على الناحية النفسية يعني، فكتير ناس بتحس بالشعور بالوحدة، فإيه الحل اللي بشعر بوحدة؟ مين أكتر الناس اللي بتحس بالوحدة؟ الأعمار الصغيرة ولا كبار السن طلعوا على المعاش ولا مين؟ ونتعامل مع الشعور بالوحدة ده إزاي؟ حاسس إن الشعور بالوحدة؟ وحدة؟ حاسس بتعمل كده بشعور بالوحدة؟ لا أنا بس بشوف بسمع كلامك بشوف لو حاسس ممكن نشوف العلاج مع بعض الوحدة. طيب هيبقى عندنا فقرة تانية بقى، بما إن في تقلبات الجو دلوقتي من الصيف للخريف وبعد كده ندخل على الشتاء، فإزاي ممكن الواحد يتعامل مع البشره مع تقلبات الجو بقى؟ في ناس بتحصل لها حساسيه، ناس بيطلع لها حبوب، في ناس بتحصل لها مشاكل، فنعمل ايه مع تقلبات الجو دي بعد الفاصل.
الله.